شاء الله تكونوا بخير. انتم عم تشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم تحدي الالغاز، جاهزين حتى نحلهم انا وياكم؟ خلينا قبل ما نبدا حطوا كثير لايكات للفيديو، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. وقبل ما نبدا بدي اطلب منكم طلب كبير او صغير ما بعرف، المهم طلب كبير بالنسبه لي. انا مشاركه في مسابقه صناع المحتوى فئه اليوتيوب، بما انه انا يوتيوبر مشاركه في هذه الفئه. هذه المسابقه مشان نمر للمرحله النهائيه لازم تصويت، وانا يعني ما عندي صراحه يعني غيركم انتوا اللي صوتوا لي، يعني انا ما بعرف ناس كتير، انتوا هم الناس اللي بعرفهم ومحتاجه تصويتكم كتير كتير كتير. والله العظيم يعني راح يفرحني هذا الشيء، بس يعني راح تحتاجوا حساب عبر الفيسبوك، لانه التصويت بيكون عبر الفيسبوك. هذا الفيديو اللي بتشوفوه معي الان يعني كيف التصويت، روحوا على الرابط راح خليه لكم في اول تعليق، وايضا راح خليه في الديسكريبشن مشان تروحوا عليه اضغطوا عليه وراح يدخلكم للموقع، وبعدين صوتوا لي اذا شفتوني فعلا استحق تكون عندي يعني افضل قناه من بين القنوات اللي مشاركه. يعني انا بنت الوحيده صراحه، بس اذا كنتوا بتحبوا هذه البنوته الحلوه الصغيره الجميله بشكر نفسي عم امزح، يعني اذا كان بدكم بنت اللي تفوز صوتوا لي بليز. انا كثير 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 بتشكركم، شكرا لاي واحد صوت لي، بحبكم من اعماق قلبي. وهذا الفوز انا اذا فزت ان شاء الله راح اهدي لكم. هذا الفوز ما فيه فلوس، والله العظيم ما فيه فلوس، بس فيه درع راح شاركه معاكم، وبس في اسم لقب افضل صانعه محتوى على يوتيوب. اتمنى ان شاء الله يا ربي ان شاء الله فوز يا ربي، ادعوا معي. شكرا كثير، شكرا من القلب. والان لنبدا الفيديو، ليتس جو. اللغز الاول، يلا جاهزين؟ خلونا نلعب الان. اوكي اعمل نظاراتي مشان أقرأ. أوكي استنوا. أهلا بكم مجددا يا أصدقائي، أهلا أهلا بكم. اليوم جئت لكم بهذا اللغز الرائع، خلونا نشوف هذا اللغز الرائع، نشوف إذا كنا راح نحلوه. هيا لنبدأ، ليتس جو. أوكي، في يوم من الأيام وجدت الشرطة سامي مقتولا على شاطئ البحر. أوه هذا الألغاز بحبها كتير. أوكي، بعد أن استجوبت الشرطة أصدقاء سامر، اوكي شو صار؟ قال مصطفى انا كنت نائم. اوكي مصطفى قال انا كنت نائم. اوكي قال سعيد انا كنت اعمل بالدهان او الدهان، المهم الصباغه يعني الدهان يعني ايده فيها الصباغه. قال اسعد انا كنت اشاهد التلفاز. او ايده شو بها هذا؟ ما عرفت. قال رامي انا كنت انظف المنزل. اوكي ايده متسخه. اوكي من هو قاتل سمير؟ رامي اسعد سعيد مصطفى. صراحه لغز جميل، والله جميل، بس صراحه يعني ايد اللي فيه صباغه بقول انا يعني الصباغه مالها يعني ما شكله، بس هو حاطها يعني بالالوان وهيك شيء، فهمتوني؟ يعني سعيد، انا بقول سعيد هو اللي قتل لانه الصباغه مانها يعني محطوطه يعني ب ب بعشوائيه، محطوطه بترتيب كانه هو اللي حطها مشان يكذب. القاتل هو اسعد. او ماي جاد، اسعد مو سعيد، يا الله، لانه يوجد على يديه الرمل، هذا يعني انه كاذب ولم يكن يشاهد التلفاز، بل كان يمسك برمل البحر الذي عنده قتل سامر. او ماي جاد، صراحه ما شفت الرمل، بس يعني ضليتني يعني اشوف في اليد حتى تبين لي شيء، بس ما بين لي شيء، ولكن يعني خطانا. مين جاوب على هذا السؤال صحيح؟ اذا كنتوا جاوبتوا عليه صحيح حطوا لايك وخبروني بالتعليقات. خلينا نشوف، هم ايضا قالوا لنا اضغطوا على لايك، حطوا لايك يا اذكياء، انا ما جبتوه صحيح مع الاسف. اللغز الثاني، خلينا نشوف اللغز الثاني شو هو. صراحه الغاز جميله، لا تنظر الى كره القدم. مستعد؟ مستعد، ما فهمت، ما نعم. او ماي جاد، انا شفتهم الاثنين، يا الله، او ماي جاد، ما قدرت ما اشوف كره القدم، والله ما قدرت، يعني هما نبهونا قبل، فهمتوا؟ صراحة نبهونا وأنا ما عملت بالنصيحة تبعهم. اللغز اللي بعده، لغز الهروب من الغرفة بسلام. أوكي خلونا نشوف هذا اللغز، لغز الهروب. في يوم من الأيام وجدت نفسك محتجز في هذه الغرفة. أوكي ويوجد معك وعاء من الرمل وامامك ثلاثة ابواب للخروج من الغرفة. او بعرف هذه الالغاز تبع الابواب. اوكي وعليك اختيار باب واحد فقط للخروج. اوكي خلونا نشوف الابواب شو فيها.
الآن سوف أريك ماذا يوجد خلف الأبواب. أوكي يا رب يجيبوا صحيح لأنه ولا نقطة عندي الآن. الآن أوكي نشوف الأبواب، الباب الأول الثاني الثالث. أوكي الباب الأول يوجد خلف الباب الأول نار كبيرة مشتعلة. أوكي الباب الثاني، أوكي نشوف الباب الثاني نشوف فيه أسد. يا الله أسد كبير. أوكي هذا برجي أمامكم برجي الآن. أوكي خبروني أبراجكم بالتعليقات، أنا برج الأسد. أوكي خلونا نشوف في الباب الثالث شوف فيه. أوه أفحى، يا الله أفحى سامة. أوه ماي جاد، بس أنا شكلي بين لي جواب بسرعة، هو يعني مبين مبين كتير. أنا بشوف هذه يعني البنت عندها يعني شو هذا، سطل فيه ماء، يعني بقول انه رح ارمي الماء على النار ورح يروح النار ورح امر من الباب واحد، يعني انا رح اختار الواحد، يعني واحد ان شاء الله يكون صحيح يا ربي ما يكون خطأ الجواب. اوكي خلونا نشوف عندكم وقت انتوا ايضا فكروا، انا سرعت بالاجابة ما كان لازم اقول اجابة، بس يعني شفتها مبينة، يعني هي اسهل شيء هو النار نطفيه ونمر، بس الافعى والاسد مستحيل مستحيل، مع انه برجي ما لازم امر من امامه راح يقتلني راح ياكلني طبعا. اوكي النظارات بتبين فيهم الاضاءه لازم انزلهم هيك. اوكي خلينا نشوف الاجابه، هل عرفت الحل؟ اوكي نعم عرفنا الحل ان شاء الله يكون جوابنا صحيح. الباب الصحيح هو رقم 3. اوه كيف وباب رقم 1 خطا لان النار كبيره، بس انا قلت الدلو سوف تقم لا او ماي جاد شو غبيه وتقوم بالهرب بسرعه قبل ان تخرج. انا مين قال لي هذا الدلو فيه ماء؟ مين؟ والله شكلي ما كنت مركزه، والله انا غبيه، بس يعني جاوبت خطا وكنت واثقه من نفسي. والله يعني لحد الان ما عندي ولا اجابه صحيحه. خلونا نشوف هذا اللغز ونشوف ان شاء الله يكون صحيح. خذ اول حرف من كل كلمه وابدا من اليسار. ما هي الدوله؟ اليسار 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 هو هذا. اوكي ا ح ه ر ال 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 الع الع العر العر العراق 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 يعني قوس. او ماي جاد لو ما عرفت القوس كنت جاوبت خطا. دوله هي العراق. تحيه اهل العراق موجودين معنا في هذا الفيديو، اثبتوا وجودكم يا اهل العراق بالتعليقات، انا بحب هذه التحديات تبع الدول العربيه. يس ان شاء الله يكون سؤال اخر مثله لانه متاكده راح جاوب عليه صحيح اول سؤال جاوبت عليه يس، اول لغز الحمد لله جاوبنا صحيح. خلينا نشوف اللغز اللي بعده. من هم الحامل ببنج؟ او ماي جاد شو هذا السؤال يا الله. اي ام بي الاولى امامها حلوه يعني هيك كيكو كيكا كيكو كيكو كيكا يعني، والثانية أمامها ليمون يعني الحامض ليمون يعني. صراحة 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 أنا يعني ماني يعني سبقت لي وعشت هذه التجربة مشان أعرف، ولكن يعني أنا صراحة أنا ما بآمن بهذه الأشياء، أنا يعني عن نفسي ما بآمن بهذه الأشياء، بشوفها خرافات والله العظيم. يعني بقول إذا أكلت الحلو راح تكون عندك هذه، أو إذا أكلت الحامض راح يكون عندك هذه، بشوفها أنا خرافة صراحة، بس يعني هذه مشان المزح. يعني أنا ما بآمن بهذه الأشياء، بآمن بكل ما هو علمي، ما بآمن يعني بالأشياء. بقول لك يعني بطنك عامل هيك أنت عندك بنت، بخصوص النساء الكبيرات في السن بيكونوا يعني كأنهم طبيبات ما شاء الله بس أنا يعني بآمن بشيء اسمه العلم وبس بس نحن رح نمزح، يعني أنا ماني عارفة صراحة، بس رح نقدر رح أقول أنا أوكي، بقول أنا يعني الحلو للبنات. أوكي بقول أي عندها بنت. أوكي يعني الحامض للأولاد يعني الليمون للأولاد، بس يعني مزحة وبس. يعني الأشياء يعني أنا أمي شو كانت تأكل لما كانت، صراحة أمي والله العظيم كانت تأكل، يعني كانت بتقول لي بتحب الليمون والله العظيم، يعني الحامض والله العظيم. أنا بنت يعني إن شاء الله كان لازم أقول بنت هي بي صراحة، بس يعني أنا أمي كانت تتوهم يعني الأشياء اللي كانت تشتهيها في الحمل هو الحامض الشوكولاتة، ولأنه أنا شوكولاتة عم امزح والله العظيم. أوكي
سوف تظهر الإجابة من خلال أوكي استنوا الأجوبة الإجابة الصحيحة راح تطلع الآن. جاهزين؟ يلا خلونا نشوف هل جوابنا صحيح. والحمد لله إنه في إجابة لهذا السؤال. الإجابة الصحيحة إيه جواب صحيح، مع إنه ما كنت متأكدة، بس الجواب الصحيح هو إيه. أوكي بس يعني أنا أمي كانت تتوحم على الليمون، شو أنا شاب يعني. المهم عادي يعني مشان المسح وهيك شي، يعني هذه أشياء بتكون يعني بس يعني مشان التسلية وهيك شي. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم حطوا كتير لايكات، اللايك تبعكم كتير بتشجعني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجاية. ولا تنسوا التصويت يا حبايبي، والله كتير محتاجة تصويتكم، راح خلي لكم الرابط، واللي صوت يخبرني بالتعليقات إنه صوت بليز. أنا والله في مراتب متأخرة يعني ممكن ما أفوز، يعني والله إذا ما فزت راح أبكي. بس عم امتح يعني، هذه فقط مسابقة. أتمنى التوفيق للجميع، شكرا لكم كتير، باي.